تفرجت على الرسوم الجدارية ووجدت بعض الأعمال الرائعة بريشة فنانين لم أسمع بأسمائهم من قبل، مثل كارلو ماراتي الذي سرعان ما شغفت بأعماله وأعجبت بها أيما إعجاب، غير أن لوحات الفنانين الذين درست أساليبهم من قبل هي التي أمتعتني أكبر إمتاع. شاهدت لوحة سانت بيترونيا بريشة جورتشينو. كانت هذه اللوحة موجودة بالأصل في كنيسة القديس بطرس، وقد استعيد عنها الآن بنسخة من الموزاييك، وذهلت ذهولا أعظم بلوحة أخرى له، هي لوحة تيتيان التي تبز سائر لوحاته الأخرى مما رأيت حتى الآن. ولا يسعني أن أجزم إن كان تقديري الكبير لهذه اللوحة يرجع إلى أن حواسي باتت الآن أكثر رهافة، أم أن اللوحة هي حقا خير أعماله. تصور اللوحة شخصية أسقف مهيب متدثر برداء قداس كهنوتي جميل، يزدان بتطريزات ذهبية وشخوص. يحمل الأسقف في يده اليسرى صولجانا ويتطلع إلى السماء منغمرا بالغبطة، كما يحمل في يده اليمنى كتابا مفتوحا تلقى منه لتوه وحيا مقدسا. وتقف وراءه عذراء جميلة تحمل سعفة وتنظر في اهتمام رقيق إلى الكتاب، وثمة عن يمين الأسقف عجوز جاد الملامح يقف على مقربة من الكتاب من دون أن يبدي به أي اهتمام كما يظهر. لعل المفتاح الذي يحمله في يده يمنحه اليقين بقدرته على استجلاء كنه الكتاب بنفسه. قبالة هذه المجموعة ثم شاب فتي عارم رشيق الجسد مقيد بحبال، وقد اخترقت السهام جسده وهو ينظر في استياء شفيف. وهناك في الفسحة الفاصلة بين المجموعتين راهبان يحملان صليبا وزنبقة ويسرحان ببصريهما صوب السماء، حيث تحوم فوق الخرائب نصف الدائرية التي تحيط بالشخوص البشرية أم في أعالي المجد ناظرة نظرة رحمة وإشفاق على هؤلاء البشر في الأسفل، وهي تحمل في حضنها طفلا متوردا، ويمد الطفل الإكليل الذي في يده بحركة بهيجة كما لو أنه يروم أن يرمي الإكليل إلى البشر في الأسفل. وتعلو الأم والطفل والهالة الثلاثية حمامة قدسية مثل حجر العقد. يكمن وراء هذا التكوين الفني ولا بد تقليد قديم يسمح بجمع كل هذه العناصر والشخوص التي تبدو بعيدة عن التطابق في كل واحد له مغزاه. إننا لا نسأل كيف ولماذا، بل نتقبل هذا الكل بما هو عليه ونعجب لفنه النفيس. هناك جدارية بريشة غويدو أقل إبهاما من ذلك، وإن تكن غامضة بعض الشيء. ثمة عذراء أشبه بطفلة جالسة تخيط في هدوء محاطة بملاكين حاضرين لتلبية رغائبها عند الإشارة. ومغزى هذه الجدارية الساحرة أن ملكوت السماء يصون براءة الأطفال ويرعاهم، ولا حاجة هنا إلى أسطورة أو تأويل.